أنا جيت اليوم بصفتي حاملة للإعاقة البصرية في واحد الوقفة احتجاجية نضالية على سوء المعاملة اللي تعرضت لها أنا ومجموعة ديال الزملاء ديالي. اليوم بغيت نقول بأنني أنا هذه راه 7 شهور وأنا ممنوعة أنني ندخل لابونك اللي هذه 7 شهور باش منعوني أنني ناخذ ولا ندير لي زوبيراسيون ديالي بحال كاع الناس، وميزوني وهمشوني واحتقروا الوضع ديالي على اساس انني معاقه بصريا، مع العلم انني كنت فاتحه عندهم هذه 2 عامين وكانت الامور كامله كتجري في سلام، ولكن فاذا بيا واحد النهار كنمشي ندير لوبيراسيون ديالي بشكل عادي وناخذ الفلوس ديالي، فكيمنعوني وتيقولوا لي خصك تجيبي شاهدين. جيت اليوم باش نقول لهم انا مستحيل نجيب شاهدين، مستحيل نجيب وكيل، مستحيل نسيني على ورقه ولا وثيقه اللي نتحمل فيها مسؤوليتي. انا بغيت الدوله ولا بنك يتحملوا معايا المسؤوليه ديالي وما يميزونيش على اساس الاعاقه وما يحتقروش الوضع ديالي ويعطيونا حل ويخليونا نديروا لي زوبيراسيون ديالنا، حيت انا عندي التليفون ديالي، عندي الكاشي ديالي، عندي سكان ديالي اللي ممكن نخدم نتعامل به اللي يسهل عليا الماموريه ويسهل عليا انني نحمي راسي، ولكن حتى هما يحميوني وتحملوا معايا المسؤوليه. الوقفه ديال اليوم جات من اجل باش نحقق واحد المطلب اللي هو مهم واساسي، وهذه سنوات وحنا كنعانيو منه مع في التعاملات البنكيه ديالنا، يعني بعد واحد السلسله ديال الطلبات اللي دفعناها البنك المغربي ولم تتم الاستجابه لها، اليوم قررنا لاننا ننظموا وقفه هنا باش هكا نحاولوا نلقاو حلول كفيله بتجاوز هذا الاشكال اللي هو يعني بالنسبه للشخص الكافي او ضعيف البصر، ففي كل معامله بنكيه في الحساب ديالنا البنكي يعني كيخصك تحضر معك واحد جوج ديال الشهود، كي يقال على انه زعما هو كاين في القانون البنكي وكاين مذكرات بهذا الشان بالنسبه للابناك على مختلف على اختلافها، وهذه كتخلق لنا اشكاليه لانه باش تحضر معك واحد الشاهدين دائما دائما، ماشي حنا اشخاص اللي فاقدين الاهليه ديالنا، حنا الحمد لله اطر وخدامين في الادارات المغربيه وكنقضيو الشؤون ديالنا، الا كان عندنا مشكل ديال الاعاقه كاين، ولكن هذا ما كيجعلناش اننا نكونوا يعني عديمي المسؤوليه منعدمي الاهليه. اولا الولوجيات المعماريه ما كتطابقش مع المعايير الدوليه او المعترف بها، هذا من جهه. الكيشي اوتوماتيك عالي على قصر القامه والناس اللي تيستعملوا كراسي متحركه. الكيشي اوتوماتيك ولا تاكتيل ما يمكنش يستعملوه المكفوفين وضعاف البصر. الوكالات البنكية كلها تقريبا بلا استثناء عندهم ما عندهمش الولوجيات هذا. أنا بنفسي مثلا مني كنبغي ندخل البنكة خصني نسعى الناس يهزوني أنا والكرسي ديالي المتحرك على الدروج باش نقدر ندخل الوكالة ديالي البنكية، هذا من جهة. من جهة أخرى كنمشي مثلا لكيشي اوتوماتيك خصني نبقى نشوف الوجوه هكا شكون اللي كيبان ليا فيه ولد الناس وما غاديش يسرقني، نعطيه الكارت كيشي ديالي ونعطيه الكود ديالي ونقول ليه يخرج ليا الفلوس. هذا الا ما جدش معايا واحد من الاهل ديالي يشوف لي شحال عندي في الكونت وشحال غنجبد وشحال باقي عندي، يعني ما كتبقاش عندك الخصوصيه ديالك نهائيا. كتشوفوا راه يعني كنا بصدد تنظيم هذه الوقفه، الحمد لله بتدخل بعض الناس يعني توصلنا الحلول مع الاداره باش نديروا جلسه في اقرب وقت ممكن ان شاء الله باش نحاولوا نفكروا في حلول بديله لتجاوز هذه الاشكاليه. حاليا دابا خرج عندنا المدير، المدير ديال البنك المغرب ماشي المدير الكبير، المهم المدير اللي كاين هنايا، واحد المسؤول وعدنا انه غادي يقابلنا يعني واحد اللجنه صغيره وغناقشوا معاه اشناهي الحلول الممكنه اللي نطرحوها عليه اللي اصلا مخوض بها في دول اخرى، يعني في دول عربيه او دول اوروبيه، ونتمنى أو اننا نوصلوا معاهم لشي نتيجه. قال لك قريب الايام غادي نعيط لكم تواصل معاهم.
شي بوه هكا وغادي يزيد معايا هنا. قلت ليه الا ما عيطتش لينا راه هادشي داروا العالم صحابك اللي في الباب، الا ما درتوش معانا راه ما تنساش الاشتراك في قناة المنصة وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. بارتاجي الفيديو الى عجبك ودير جيم. نتلاقاو في خبر اخر ديما على قناتكم المنصة.